السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة الأولى في مادة محاسبة التكاليف للفرقة الثانية معهد فني تجارة، وهي مقدمة محاسبة التكاليف. تعالوا نسمو بسم الله الرحمن الرحيم. الأول نكتب العنوان، وهو عنوان مقدمة محاسبة التكاليف. يعني ايه مقدمة محاسبة التكاليف يا جماعة؟ يعني بمعنى صح الحلقة دي هنشرح الدروس او اسامي الدروس الخاصة بمادة محاسبة التكاليف. قبل ما نبدأ في الشرح، لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو وكومنت برايك وشير الفيديو لكل اصحابك على جروبات الواتس وعلى جروبات الفيس الخاصة بالمعهد الفني التجاري. معانا اول درس يا جماعة في مادة محاسبة التكاليف، وهو فصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة. والدرس ده سهل جدا يا جماعة، وعبارة عن خمس قوانين أو خمس خطوات للحل. والدرس سهل بإذن الله. الحلقة الجاية هنبدأ بأول درس هنشرح فصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة الحلقة الجاية بإذن الله. ده أول درس يا جماعة في مادة محاسبة التكاليف. تعال نشوف تاني درس، وهو تحليل نقطة التعادل. درس تحليل نقطة التعادل يا جماعة درس سهل وبسيط برضو، عبارة عن سبع قوانين. السبع قوانين سهلين جدا، هعلمكم طريقة بإذن الله في الشرح بتاع، هعلمكم طريقة تحفظوا السبع قوانين أو تفهموا الدرس أو تفهموا المادة كلها بإذن الله يا جماعة بكل سهولة وبكل بساطة. والمادة دي بإذن الله يا جماعة هتجيبوا فيها امتياز 100%. ده بالنسبة لتاني درس. تالت درس، وهي كمية الطلب الاقتصادي. برضو نفس الكلام، كمية الطلب الاقتصادية خاص بقوانين بس، مفهوش لحد الوقت يا جماعة مفيش جداول. يعني فصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة قوانين بس، وفيها جدول صغير بسيط يعتبر مش جدول، فقوانين بس. تاني درس تحليل نقطة التعادل، برضو نفس الكلام قوانين بس. كمية الطلب الاقتصادية الدرس الثالث، كمية الطلب الاقتصادي برضو قوانين بس، ما فيش لحد الوقت جداول خالص. انا رتبت لكم القوانين الاول، هشرح لكم الدروس الخاصة بالقوانين الاول، وبعد كده اخش لكم في التجيل اللي هي خاص بالجداول، وبإذن الله كل حاجة هتشوفوها معايا هتلاقوها سهلة جدا. ده بالنسبة للدرس الثالث، وهو كمية الطلب الاقتصادي. تعال نشوف الدرس الرابع، وهي تسعير المواد الواردة إلى المخازن. طبعا الدرس الرابع ده خاص في جدول وفي من غير جدول، برضو هشرح لكم بالتفصيل يا جماعة. الدرس ده تسعير المواد أو البضاعة يا جماعة، تسعير البضاعة اللي جاية للمخازن، اللي جاية جوا المخازن، لازم أسعرها وأعرف هتتباع بكام وأنا مشتريها بكام. ده بالنسبة للدرس الرابع. تعالوا نروح للدرس الخامس، وهو تسعير المواد. أيوة، الدرس الرابع كان الواردة، يبقى الدرس الخامس هيبقى هي المنصرفة. من المخازن. طالما منصرفة من المخازن يعني طالعة من المخازن، وطالما طالعة يبقى أنت بيحي. فإحنا دلوقتي هنسعر الدرس الخامس، هيبقى عبارة أو بيتكلم عن تسعير المواد اللي طالعة من جوه المخزن. ده بالنسبة للدرس الخامس. الدرس السادس، وهو التكاليف الصناعي غير المباشر. برضه درس التكاليف الصناعية غير مباشرة يا جماعة خاص بثلاث خطوات أو ثلاث جداول، برضه هشرح لكم بالتفصيل في الحلقات اللي جاية بإذن الله، وهتشوفوا كل حاجة سهلة.
اوعى تتخضوا من الدروس او من كتر الدروس او من كتر الحلقات. كل حاجه باذن الله يا جماعه. الناس اسالوا عني، الناس اللي نجحت السنه دي او السنه اللي عدت، الناس اللي نجحت السنه اللي عدت اسالوا على الفيديوهات بتاعتي. الفيديوهات دي يا جماعه جديده، انا كنت منزل فيديوهات قبل كده، يعني باذن الله الفيديوهات دي هتبقى احسن مني بكتير جدا وبجوده احلى. ده بالنسبه للدرس السادس، هو التكاليف الصنعيه غير المدرج غير المباشره. سبعه هو الدرس السابع والاخير اللي هو درس نظريات التكاليف. درس نظريات التكاليف فيه يا جماعه نظريه اجماليه ونظريه حدي او متغيره. فده يا جماعه كان منهج مادة محاسبة التكاليف، يعني ده كله كم درس؟ سبع دروس خاصة بمادة محاسبة التكاليف. ده علشان تخلصهم مثلا محتاج بالظبط يعني أقل من شهر تخلص المادة دي كلها. أقل من شهر تخلص المادة، معاك الترم 3 شهور، تقدر تخلصهم في أول شهر، تخلصهم في ثاني شهر، تخلصهم في ثالث شهر، زي ما أنت عايز، بس لازم تخلصهم 100%. ليه؟ لأنه أنت محتاج الدرجة، ما ينفعش تضيع منها ولا درجة. لانه انت باذن الله لازم تجيب مجموع عشان تدخل كليه تجاره، وعلشان تدخل كليه تجاره مش لازم تضيع ولا درجه. وباذن الله معايا هتجيب ال 150 من 150، مش هتضيع ولا درجه باذن الله نهائي في الماده دي. فلو انت لسه ما اشتركتش في القناه، اشترك في القناه وفعل الجرس ولايك للفيديو وكومنت برايك وشير الفيديو لكل اصحابك اللي في المعهد، اذا كانت جروبات اللي على الواتس او جروبات الفيسبوك. دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.